السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن المحاضرة الخامسة Standard and Canonical Forms من قبل دكتورة دينا عدنان السفار. الصراحة هذه المحاضرة جدا متعلقة بالمحاضرة السادسة، بس هاي المحاضرة سويتها على مود تكون مقدمة للمحاضرة السادسة أو مختصر مفيد عن المحاضرة السادسة أو المحاضرة اللي بعدها، لأن كانت المحاضرة اللي بعدها هي عبارة عن PDF وبالتفصيل وعن الأمثلة، لكن هذه محاضرة مقتضبة. فأول مصطلح راح نأخذه في تبسيط عملية تبسيط الدوائر اللوجيك سيركتس هو sum of products SOP form. شنو معناها؟ يعني معناها من خلال الاسم راح نعرفه ان هو sum of products، عندي مجموع ضرب الحدود او ضرب ال variables او ضرب ال inputs. when two or more product term are summed by boolean addition، طبعا ال addition تكون boolean. The resulting expression is a sum of products. Some examples are مثل هذا الاكزامبل AB plus ABC, ABC plus C bar D E bar and plus B bar C D, AB plus BC D plus A. In a sum of product expression, a single over bar cannot extend over more than one variable. يعني ال bars لازم على variable واحد فقط. مثال على هذه المثال: convert the following boolean expression into standard sum of product form ABC plus AB plus ABCD. من خلال هذا الدائرة أو هذا الإكسبريشن الرياضي راح نعرف إحنا كم أنبوت عندنا. عندنا أربعة، لأن A B C D في الستاندرد فورم، هذا لازم أحوله إلى A B C D وأيضا هذا إذا A B C D، لكن شلون أحوله؟ هذا homework راح نعرفه أيضا في المحاضرة القادمة. A product of sums عكس sum of product. When two or more sum terms are multiple, the resulting expression is a product of sum. يعني ضرب المجموع. ضرب المجموع. يعني هذه الأمثلة مثلا هاي A plus B بين قوسين، ضرب يعني بيناتهم A plus B bar plus C. A plus B plus C ضرب C plus D bar plus E ضرب B plus C plus D وهكذا. A single over bar cannot extend over more than one variable. However, more than one variable in a term can have an over bar. شنو يعني standard product of sums؟ مثل ما قلنا من standard product sum of product يعني يحتوي على جميع ال variables، لازم أحولها لجميع ال variables. Standard product of sum expression is one in which all the variables in the domain appear in each sum term in the expression. For example, each sum term in the expression يعني جميع السمز أو جميع الفاريابلز. مثلا هذا المثال A plus B bar plus C plus D A bar plus B plus C D C bar plus D plus ضرب قصدي A plus B plus C bar plus D. فهذا هو الستاندر B ستاندرد لل product of sums، يعني يحتوي على جميع الفاريابلز. في المحاضرة القادمة نحن نشرحها في التفصيل
عليها الكثير من ال examples، لكن هسه بس مجرد تعريف إلى المصطلحات. Example: convert the following Boolean expression into standard product of some forms. لاحظوا هذا المثال إنه هو كم input عندي؟ عندي 4 input، بس هي مو وفق الستاندرد، لازم أحول هذني كلهن حسب الستاندرد اللي عندي، فلازم أبسط. يلا أحول، راح نعرفها بالمحاضرة الجاية. canonical form of boolean expression، شنو يعني canonical forms؟ canonical forms يعني الستاندرد. أنا عندي نوعين، mean term and max term. mean term and max term. mean term للآن term، والmax term بيناتهم or جمع. فالmean term الزيرو هو عبارة عن complement or dash or bar، فكل زيرو راح يصير complement x bar y bar z bar، الكل زيرو. والوان راح يكون لا الفاريبل بدون بار. الديزاين ديزاينيشن راح يكون ام سمول، ام سمول. فهذا الاكسبريشن اكس بار واي بار زد بار للثري انبوت راح يكون ام سمول زيرو، ام نوت يعني ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ام 5 ام 6 ام 7. هذا التروث تيبل يجب ان يحفظ او يعني تكتبه على ما تعرف شنو الستاندرد للماكس تيرم اللي يسموه كانونيكال او ماكس تيرم او مان تيرم. الماكس تيرم راح يكون عكس الماين تيرم، كل زيرو راح يكون مو بار. طبعا هي كلها تعتمد على دي مورغان ثيورم اللي اخذناها بالمحاضره السابقه. ف راح يصير هنا شنو x plus y plus z بدون بار، ال1 راح يكون بار. الديزاينيشن مالت الماكس تيرم راح يكون ام كابيتال، ام نوت، ام 1، ام 2، ام 3، ام 4 وهكذا. Example: express f equal x y x x bar هنا المفروض بس وين راح z in a product of max term form. شو راح نحله؟ أول شيء عندي أنا هذا راح أفتحها، راح أضيف شنو؟ هذا يتحول الى هذا الاكسبريشن حسب قوانين البوليان بوليان الجبرة اللي احنا ماخذيها. افتح الاقواس راح تكوني بهذا الشكل القوس. طبعا x زائد x بار equal 1 حسب القوانين مال البوليان الجبرة ايضا بالمحاضرة السابقة. وابدي ابسط بي راح يبقى لي هذا الاكسبريشن. افتح ايضا أضيف من عندي z bar على مود أضيف ال أسويه وفق الستاندرد فورم. فعند التبسيط راح يكون عندي هذا الإكسبريشن وفق الستاندرد، كلها تحتوي على x y و z. فيعني من أريد أسوي حسب الستاندرد فورم هو حسب السؤال، لازم كل سؤال انا اعرف شي يريد من عندي. هنا أنا يريد الماكس تيرم فورم، يعني يريد الستاندرد مالتي، ستاندرد مالتي. فالستاندرد هذا حسب هذاك الجدول السابق، حسب الجدول السابق. فبعد ما احنا سويناه على شكل اقواس هذا ماكس تيرم، فهذا الاكسبريشن راح يكون ام 4. ام 4 شي كوني اكس بار زائد واي بلس زت. اذا اروح على الجدول السابق
اكس واي اكس بار بلس واي بلس زد اللي هو ام 4. هذا الاكسبريشن الثاني هو ام 5. هم اذا اروح على الجدول راح اشوفه هو ام 5 صحيح. اكس بار بلس واي بلس زد بار وهكذا الاكسبريشن. اف يعني اقدر اكتبها بهاي الصيغه واقدر اكتبها بهاي الصيغه او اقدر اكتبها بهاي الصيغه. اذا عندي ماكس تيرم راح يكون هذا الرمز مالته يشبه الباي. زيرو زيرو تو فور فايف زيرو تو فور فايف. طبعا هو نفسه يقابله عكسه بالماين تيرم اللي هو مالت السميشن. سميشن 1 3 6 7 يعني هو الماكس تيرم يقابله نفسه الماين تيرم. فاني اذا اريد بالماين تيرم او بالماكس تيرم المفروض انتم تطلعوا نفس الشيء. اذا اكتبها بصيغه جدول اذا بصيغه تروث تيبل راح يكون بهذه الصيغه. عندي اني الاف من عندي ام 2 حسب 0 و 2 و 4 و 5 0 و 2 و 4 و 5 وشكرا.